أحسن الله عليكم. هذا يقول أنا من إسبانيا أريد أن أعطي ثمن أضحيتي لرجل في المغرب ويوم العيد هو يشتري الأضحية نيابة عني ويضحي لأني لا أستطيع أن أذبح. الأصل أن السنة والأفضل أن تكون الأضحية في بلد المضحي وأن يكون المضحي حاضرا ذبح الأضحية وأن يأكل من أضحيته. كل هذه سنن في ذبح الأضحية. لكن يجوز أن يرسل المضحي أضحيته إلى بلد آخر، وإذا كان هذا لمصلحة أو لمانع فإن الأفضلية تسقط. لمصلحة، مثلا أنا في بلد اللحم فيه كثير والحمد لله، وفيه إخوان لي أصيبوا بنازلة كاللاجئين في المخيمات أو من أصابتهم زلازل أو نحو ذلك، أو اللحم عندهم قليل، فأرسل لتذبح الأضحية عندهم ولينتفعوا بالأضحية، فهنا حتى الأفضلية تسقط. وكذلك إذا وجد مانع مثل إخواننا في أوروبا، في كثير من البلدان لا يستطيعون الذبح وقد لا يجدون الذبيحة، فلا حرج أن يرسل المغرب والجزائر إلى ثقة عنده أو غيرها من البلدان إلى ثقة عنده فتذبح الأضحية هناك ولا حرج.